أعلن صندوق العمل تمكين عن فتح باب التقديم لبرنامج المهارات القيادية الذي يتم تقديمه بالتعاون مع معهد إمك المختص في مجال التدريب والتطوير المهني والأكاديمي في مملكة البحرين، والتابع لصندوق العلم ضمن محفظة شركة ممتلكات البحرين القابضة وهارفارد للتعليم المؤسسي. ويأتي هذا البرنامج ضمن حزمة برامج تدريبية للقيادات التنفيذية البحرينية التي أطلقها سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل بهدف تقديم فرص نوعية للكفاءات البحرينية. هذا وسيقدم البرنامج فرصا تدريبية للبحرينيين ضمن مسارين للمدراء الموظفين حاليا في القطاع الخاص في مستوى المتوسط والمستوى التنفيذي، حيث تم تصميم كل مسار بما يتناسب مع احتياجات كل فئة منهم، ولذلك سيركز المسار المخصص للمدراء في المستوى المتوسط على تزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها للإدارة والتأثير مثل التواصل الفعال وطرق تحفيز وتطوير موظفيهم واستراتيجيات إدارية لرفع الإنتاجية وغيرها، في حين سيقدم المسار المختص للمدراء في المستوى التنفيذي أهم 10 مهارات قيادية رئيسية تتماشى مع رؤية المملكة، منها فن التواصل والتأثير والمرونة وسرعة الاستجابة للتحديات وتوظيف التحول الرقمي وغيرها.